أهلا بيكم مع الفرضاوي بتاع الحكاوي. صدر من فترة كتاب لإنجازات الرئيس محمد مرسي، وللأسف الرئيس لحد دلوقتي ما اطلعش على إنجازاته. وبعد ما شفت الإنجازات اللي في الكتاب أحب ألخصها لكم. بعد فترة حكم محمد مرسي القليلة، خلى أغلب الثوار يحطوا صورة مبارك ويشتركوا في صفحة احنا اسفين يا رئيس. ولأن الرئيس عنده فكر قومي، هو اللي ساعد على استثمارات دول تانية بعد ما خلى كل المستثمرين العرب والأجانب يهربوا من مصر للدول التانية دي. دايما حريص على إسعاد المصريين في كل الأوقات، وخصوصا بعد اهتمامه بزيادة عدد الإفيهات في حواراته. ويمكن ده اللي خلى قناة الجزيرة تفكر انها تعمل جزيرة كوميدي بعد نجاح اخر حوار معاه. بيطبق شرع الله في الحكم من خلال صلة الرحم، لانه ما بيعينش حد غير من اهلي واحبابي عزتي. رئيس مؤمن والله. خلى الشعب المصري يحس انه بخير لما بيتفرج عليه وهو بيتكلم انجليزي، لانه بيحس ساعتها ان في مستوى اقل من اللي هو فيه. Gas and alcohol don't mix. بانجليزي ليه يا مرسي؟ واشوفكم في حلقة جديدة، وانجاك الاخواني ما تاخد منه تاني.